سيرت قافلة غذائية لأبطال الجيش في المنطقة العسكرية السابعة المرابطين في مواقع بجبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، وانطلقت القافلة من مدينة مأرب، وأشرف على تجهيزها الشيخ جمال المعمري المختطف السابق لدى ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثي. وتأتي هذه القافلة ضمن الجهود المجتمعية في دعم وإسناد قوات الجيش الوطني في معركة استعادة الدولة ودحر ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية. في البداية نرحب بالأخ المناضل الكبير حميد، المختطفين والسجناء الدكتور جمال المعمري، ونشكره على هذا اللفتة الطيبة التي ما نسي الجبهة حتى في هذا الظرف الذي يعيشه، وجاءنا بهذه الزيارة الطيبة وبالقافلة الغذائية والتي سيكون لها مردود جيد وقوي لدى المقاتلين حتى إن شاء الله يصل هذا الوضع وهذا العمل الذي قام به إلى كثير من الناس يشعروا بمسؤولياتهم أمام هذا الوضع. أكد لكم أن الجبهات في خير وأن الأبطال يعني معنوياتهم تساوي القمم، وأنهم إن شاء الله سيعودوا بمعنوية عالية وسيحققوا المهام المطلوبة منهم. كم يسعدني ويشرفني بل ويرفع هامتي أن أصل إلى مرابط الأسود ومرابط الأبطال، مرابط الشموخ، مرابط العزة، مرابط الكرامة، مرابط الجمهورية. هؤلاء الأبطال الذين قدمنا لزيارتهم اليوم هم من يدافعون عن حياض الجمهورية، ومن يدافعون عن عقيدتنا وديننا ووطننا الحبيب الذي ما باتت ميليشيات الحوثي الإيرانية الملالية ولا فتئت إلا وقد أهلكت اليمنيين وأهلكت هذا الوطن. أتيت على عربيتي لزيارتهم بقافلة غذائية بجهد المقل، هذا هو جهدي الذي استطعت أن أأتي به، ورسالتي لكل من يراني ويشاهدني أن اتقوا الله في إخوانكم. هؤلاء من وجدوا في الميدان لم يبحثوا على طرف الدنيا ولم يبحثوا على فلالها وزخارفها، بل بحثوا على ما يقيم مجدكم، على ما يحافظ على أسركم وأطفالكم ومنازلكم ومزارعكم ووطنكم ووحدتكم. إلى من يعني من تنتظرون لينصر هؤلاء الأبطال؟ أنادي من هذا المكان كل التجار، كل رجال الأعمال، كل من لديه ذرة شرف وغيرة على وطنه، أن يعرف كل إنسان ما الذي يستوجب في عنقه أمام الله عز وجل وأمام هؤلاء المقاتلين من دعم سخي في شتى المجالات.